المرأة لازم تهتم بالبيت، والرجال مهمته إنه يشتغل ويطالع مصاري، بس أنت عم تعملي شغلتين. إيه طبيعي بنتي، لأنه هاي ثانية ما بتسوى ضفرة لكنتنا منتهى. منتهى ما بتهمني، أيان إلي وبس. صدقيني تعبت من تصرفاتك، ما عم تهتمي فيني ولا حتى ببيتك، أنت رح تجنينيني. عم يعمل لها كل شي بدها إياه حتى لو كانت على غلط. أليشبه؟ أليشبه؟